زافان بينهي سنة 2015 بمسابقة أفضل فويس مسج. بعتوا رسالتكم الصوتية المفضلة على رقم الواتس أب 71-106-111 لتحصلوا وبلا طول سيرة على فرصة ربح 2000 دولار كاش. بالفقرة التالية بحب أعرفكم على رزان جمر. رزان مساء الخير وأهلا وسهلا فيك. احفظوا هالاسم كتير منيح. ممثلة لبنانية صاعدة في السينما الأوروبية، اتنقلت بحثا عن فرص عالمية بالسينما والتلفزيون بين لندن وباريس وهوليوود وكمان القاهرة. كان عندها عدد من المشاركات بأفلام عالمية، تنوعت أدوارها بين البطولة والأدوار الصغيرة. شفناها عم تمثل بالإنجليزي والفرنسي والعربي المصري والعربي اللبناني شوي. في لبناني بس بدنا اياك بالدراما اللبنانية المضبوطة. ان شاء الله. عبالك؟ اكيد طبعا، انا لبنانية وهذا بيتي، يعني اذا صح لي الشرف كون بفيلم لبناني اكيد، بس بعد لهلا ما اجتني الفرصة. فيلم لبناني او سينما او مسلسل بتفضلي او يعني حسب الدور والمخرج والممثلين. يعني القاسم المشترك بأدوارها هو كفاحها لإثبات نفسها، وهالكفاح وصلها السنة لتشارك بمهرجان كان وتمشي على السجادة الحمراء إلى جانب النجوم العالميين بمناسبة إطلاق الفيلم الفرنسي لا تقول لي أن الصبي كان مجنونا، Don't tell me the boy was mad، اللي عم ينعرض حاليا ببيروت وبنجاح كبير. الفيلم مستمر بعد لأسبوعين لقدام، إذا عبالكم تحضروه فيكم تحضروه. هالفيلم مأخوذ عن كتاب إسباني صور بين بيروت وباريس. بنشوف هالمشهد السريع منه. On a toutes les raisons de penser qu'il s'agit de terroristes arméniens. A ramené lui à cet attentat. Il est parti rejoindre la lutte armée. Et à Beyrouth. Je suis arménienne. Je voulais vous demander pardon. Je me fous du peuple arménien. C'est peut-être mon fils qui vous a fait ça. T'as déjà blessé ou tué quelqu'un d'innocent? Tu dois arrêter d'y penser. Les vrais hommes pensent. La plupart des Arméniens sont contre la violence. La plupart sauf votre fils. Qu'est-ce qu'il veut, Gilles Tessier? Il veut parler à Aram. Fais ça pour moi. C'est de la folie. Il y a des pages qu'on ne tourne jamais. Si Gilles veut voir son bourreau en face, je comprends. Et son bourreau, c'est mon fils, figurez-vous. في شيء صار، في شيء عم بيصير، هالفيلم بتصير وهالقصص على اللايف تي في. في مشهد لإلك هلا بدنا نشوفه، اذا صار أوكي. جاهز بنرجع بنشوفه. خبرينا عن الفيلم، صعب كانت مثليه؟ انا كثير انبسطت لما اجاني الفرصه اكون بالفيلم، لانه الدور غير عن كل شيء مثلته قبل. يعني ما حطوا ميك اب، ما عملوا لي شعراتي، كان لازم نكون كانه بالسنه 80 بالثمانينات، فكان كثير حلو هي دور اناهيت. بنفس الوقت حسيت انه قويني فنيا وشخصيا، لانه تعلمت عن القضية الأرمينية. هيدا أول مرة كنت بتمثلي بباريس بفرنسا بفيلم فرنساوي؟ لا، أول مرة كان كارلوس. هو الفيلم une histoire de fou is a co-production بين وجوان برودكشن مع سابين سيداوي والفرنش برودكشن، ونفس الشيء نفس الناس اللي اشتغلت معهم من لبنان لكارلوس. خلينا نشوف هلا مشهد من اوكي الفيلم. هلا حاضرين. نعم. اوكي. Pourquoi t'es pas parti avec lui? Il y avait de la place. Je veux pas te quitter. C'est pour ça que tu restes? Pour moi? On n'a pas besoin de ces meilleurs hommes. Tu t'es trompé sur toute la ligne. Moi, je vais pas couper les ponts avec ma famille pour vivre une histoire d'amour avec toi. الفيلم بيطرح سؤال كتير كبير، خاصة بهالأوضاع اللي نحن عايشينها بالشرق الأوسط حول العمل الفدائي. هل هو ثورة؟ هل هو إرهاب؟ هل هو عنف؟ القتل الأبرياء يعني بالعمل الثوري النضالي من أجل قضايا الشعوب. شو موقفك أنت من هالقتل؟ أنا ضد القتل. بوان فينال. ضد العنف؟ ضد العنف، ضد العنف طبعا. نعم.
don't tell me the boy was ما عم يتمسخر علي كيف هيدا مش أول مرة بتمشي بكان وبتشاركي بكان هاي ثالث مرة أول مرة كنت بفيلم كارلوس وكارلوس اللي أخذ الجائزة كان بسيليكسيون أوفيسيال وأخذ جائزة الجولدن جلوب ب 2011 لبست تي في سيريز ميني سيريز بعدين تاني شغلة كنت بلانو صورت مع كاني ويست شورت فيلم اسمه كرول سمر راح كان بس ما انعرض بعد للببليك راح كان بعدين ستوب ليه؟ ما بعرف بدك تسأله لألو بس هلا مشغول شكله شو الثمن انك تفوتي على السينما العالمية يعني مثلا بفيلم هيدا الفيلم الفرنساوي بنشوفك عارية بنشوفك عم تاخدي مشاهد جريئة او عارية او شو؟ هي شو كيف توصفي حالك بهذا الفيلم؟ لا يعني هو شيء بالدور او هو الثمن لتوصلي لا ما لا ابدا بالقصه هي قصه حب من ضمن قصه حرب فكان مهم يعني بتصور اي ممثل بياخد هو بينقي الدور اللي بده ياخده انا هون بهالسيتويشن كنت مرتاحه معه قد تستفز يعني هي لانه هيدا بده قرار يعني انت لازم يعني بس تشوف هذا الشيء بالسكريبت لازم تقول يا ايه يا لا انت بالنسبه لك كيف تتعاطي هو حسب ما مثل نحن كلنا مثل باي غير شغل كل واحد بيعمل قراره يعني لما بيجيك سكريبت وبتحكي مع المخرج وقت لما بتقرر تعمل رول حتعمل اللي بيطلبوا مش المخرج بس اللي مطلوب من القصه واهم شيء الرساله وراها بهالسيتويشن لقيت انه كان مهم انه يكون في قصه حب من ضمن كل العنف اللي عم بيصير يعني واهلك مثلا شو قالوا لك عن الفيلم؟ حضروه؟ اهلي حضروا الفيلم غمض عيونهم كنت عم تقولي لهم هون سكروا بس ما انا صراحه ما بعتبر انه صار في شيء بمثل يعني اخلاق او شيء لا يعني ما لقيت انه كان في شيء فولجر ابدا وانا شخص مني فولجر اصلا بس لا انا عم بسالك سؤال وما كنت متوقع انه رح تعملي هالردة الفعل ترجع البنت الشرقيه انه كنت مستحيه كنت عادي كنت صراحه ما في شيء بيسلي بالسن اللي الانتيمسي يعني لانه بيكون كلوز سيت بس بيكون في ناس حواليكم وكثير تكنيكال يعني مش انه واو شو حلو اخذنا بس مشهدين بس مرتين تقولي ان شاء الله ما بي وينه بي بس انا بحكي مع اهلي قبل يعني بس ما ننسى انه هلا ام ان ادلت يعني فاكيد طبعا راي اهلي مهم وبضلني بحكي مع اهلي وما بعمل شيء من ورا ظهر اهلي ونحن transparency is our policy نعم عم بتكافحي لتوصلي للعالميه كثير عم ينحكى عنك انه انت ذا نكست عمر الشريف بالنسبه لاوروبا وبعدين امريكا هل هي معركه انك توصلي على العالميه وشو اصعب شيء فيها يعني شو صعوبتها شو خطورتها هو مش بس انه توصل للعالميه هو انه تقدر تكون ممثل عنده شغل كل الوقت ويكون عم بيشتغل مع الناس عم بيغنوا من كشخص وكممثل هيدا اللي انا بدعي يعني ما عم فكر ب انا اهم شيء هلا بس ركز انه ضلني عم بعمل شغلي ضلني عم مثل وشوي شوي حوصل وعم تقدر تسيبها بعد عم تعملي دورات تمثيل طبعا نعم. كل حياتي يعني عملت المسرح من انا وصغيره لما كنت عم بدرس بزنس بلندن كنت عم بعمل دورات تمثيل بعدين سافرت لكل مدن تبع الفن نعم. يعني مثل الي نيويورك باريس ونأخذ دورات هنيك وبعد كارلوس اخذت درست كثير بلندن بالتمثيل ولازم ضلنا عم نشتغل نعم. على الشيء بتقولي تجربه امريكا كانت اصعب من اوروبا ليش؟ هو مش بس لانه انا بشتغل بامريكا بلندن بفرنسا وبلبنان ببلاد العرب مش بس لبنان فلازم اشتغل على الدايلكت مثلا اذا انا بامريكا بشتغل على الامريكان اكسنت if I'm in England I'll talk in English أهل قد هيك بتصير عم تقرأ definitely and a lot of times in America I pretend to be like a French person so it's difficult يعني بعد لهلا هلا هي فرنساوية this is a French person talking dans une histoire de fou j'ai roulé mes airs donc c'était وبس جيتي على القاهرة شو صار فيك؟ اوه كلمت المصري بدي أول ما رحت على مصر ما كنتش بتكلم كلمة مصري
بعد اسبوع اسبوعين خلاص تعلمت اللهجه وخلاص. والكاركتر بتاعي اسمها كارلا، ربع امريكاني ربع لبناني ربع اوكراني، والربع الاخير لسه ما اكتشفناه. نعم، بفلسطين بس تحتي على الاردن على الضفه. بكارلوس كنت اردنيه. كيف ايش صار معك بالاردن؟ بس احكينا بالفرنساوي. نعم. طب بالقاهره مثلت بفيلم امبراطوريه مين؟ لا مش بالمسلسل، بمسلسل وكمان بمسلسل سرايا عابدين. عربي فصحى. عربي فصحى. كيف تجربه القاهره؟ يعني صراحة كتير تعرفت على ناس يعني لذيذين وعندهم موهبة، وتعلمت كتير. بتعرف هيدا المثل if you make it in New York you can make it anywhere. أنا لا، if you make it in Cairo you can make it anywhere. لأنه خليني ترجم، يعني عم تقول إنه إذا واحد نجح بالقاهرة في ينجح وين من كان. إيه، لأنه القاهرة يعني فيها تحدي. ايه، ومش بس التصويرات صعبين، يعني انه بيصوروا 20 ساعة بنهار طويل، النمط سريع كتير. فاذا انت عن جد بتقدر تضاين بمصر يعني خلاص كل شيء سهل بيصير. نعم. اخر سؤال هيك عبالي ان انه بشي بيضحك لان انا صارت معي، خبرينا عن اباك وامك ذا تومستونز. اسمعوا منيح. لا اوك، لا صارت معك. فيلم امريكاني راحت على امريكا واشتغلت، كنت عايشه بنيويورك واخذت فيلم مع ليام نيسون. نعم. واو. او لا لا، في شغلتين عن هيدا. اي دون نو، ما بعرف اي قصه. مثلا كان اول شيء الدور بدهم شخص اكزوتيك، اول ما شافوني قالوا خلص بنعملها لبناني. فليام نيسون راح على محل لبناني اشترى اكل. نعم. هذه اول مره شخصيه لبنانيه ما بتكون ارهابيه، بتكون انه مره مخطوفه. ايه، بفيلم امريكاني. وحبيتي؟ كانت تجربه حلوه؟ طبعا، انه تشتغل مع ناس هالقد يعني عاليين، وبتلاقي قد ايه هن موديست، يعني متواضعين. نعم. مع مين عم بالك هلا تمثلي؟ بضلهم بيسالوني هالسؤال وبضلهم بجن انه صراحه، لانه في كثير ناس عندهم موهبه وبحب كثير شغلهم، بس اذا اشتغلتوا سوا بركي ما طلعوا احسن شيء ببعض. يعني بركي مين مثلك الاعلى بالتمثيل؟ يعني مثل مين؟ انا حقول حدا الناس اللي ماتوا لما زعل حدا عايش، مثلا باتي ديفيس، ناتالي وودز، دايركتورز مثل هيك. مش حتعيشي تاخذي عمرهم، بس مش حيزعلوا صدقيني حدا لا من اللي لا، انه لانه عندي كثير ناس. يعني مين بتحبي من الممثلين؟ مين بحب؟ بحب نادين لبكي، عبالي اشتغل معها. ممثلين بركي دارين حمزه. ثانك يو لك، شكرا كثير. وبدي اقول لك يعطيكي الف عافيه، وبنحب دائما يعني بال 2016 نعرف كل اخبارك، وبتعتبري البرنامج برنامجك. لكل الفانز او اللي هلا صاروا فانز اللي بدهم يعرفوا اخبارك، طبعا فيهم يلحقوكي على كل السوشيال ميديا، بتبحثوا عن رزان. رزان عم ينحكى عنها هي ذا نكست عمر الشريف، ان شاء الله تقدري تكوني فعلا ذا نكست عمر الشريف بالعالم. ثانك يو، ذاتس فيري كايند. استراحة ونرجع. ميرسي. بعد الفاصل، هذا هو الممثل اللبناني الذي ظهر في فيلم جيمس بوند. بلاطول سيري مستمر معكم بعد الإعلان على الرقم 01 48 48 80.